السلام عليكم، انا اسمي سينا باظه. ده الفيديو التاني اللي كنت حامله ريجاردنج الانترفيوز. انا في الفيديو التاني وقفت عند حته الراس يوم 1/9، الابلكيشن خلاص خلصتها ودورت على البروجرامز وعملت سبميت. طبعا زي ما قلت لازم سبميت، يستحسن يعني يوم 1/9. طبعا مفيش حاجه اسمها لازم، بس طبعا يستحسن. زي ما قلت الموضوع بيبقى عامل زي السبق، وكل ما تابلاي بدري كل ما يبقى افضل. في بس حاجه انا عايزه اقولها عشان حصلت معايا بيرسونلي، حصلت معانا يعني كذا واحد ايام اليوم 1/9 هو تقديم الاراس نفسه، انه يوميها واحنا بندفع طبعا انت يوميها بتصحى، هو بيتعمل الساعه 8 ايسترن تايم. شوف انت احسب التوقيت واصحى قبليها، سبميت الاراس ابلكيشن وجهز نفسك ان اول ما يفتح باب ان انت تبعت للبروجرامز انت تبقى جاهز ان انت تسلكت البروجرامز وتعمل ابلاي. لما تيجي تدفع في بعض النقط بس مهمه في الدفع، ان حصلت مشاكل ريكوردنج الحته دي، مبدئيا لازم تتاكد ان الكريدت كارد بتاعك الايراد بتقبلها، لان في ناس عملت بعد ما فتح البند قصدي فتح يعني باب التقديم لقوا ان الكارد ساعتهم الايراد مش عايز تقبلها. فلازم تتاكد ان الكريدت كارد بتاعك الايراد هتقبلها، لازم تتاكد ان معاك sufficient funds، ولازم تتاكد ان مفيش ليميت، انت شايل الليميت او وزود الليمت بحيث تقدر تدفع الفلوس كلها عشان ما يحصلش مشاكل في الفلوس. تاني حاجة مهمة في موضوع الابليكي الاراس، ان انت اخو بالك ان انت لما بتدفع بيجيب لك انفويس بيقولك انت دفعت قد ايه. دي مشكلة وجهتنا كلنا في الماتش اللي احنا فيه 2012، انه الانفويس استعد بفلوس اقل بكثير جدا ما احنا المفروض ندفعها. انت طبعا تبقى حاسب وعارف هتدفع قد ايه، وتكون دافع مثلا هتدفع مثلا 2000 او 3 او 1000 وات ايفر. ايامها الانفويس كانت لنا باقل بكثير جدا من المفروض ندفعها، عايزين دفعنا اقل. وطبعا دي عملت لنا زهرة، كلنا افتكرنا ان هما امتى مسحوش الفلوس او في الحاله دي مش هيودوا الابلكيشن وكل البروجرامز، هيودوا البروجرامز معينه. فكنا كلنا يعني خوفنا جدا، بس ودكتور محمد كان معانا في الحته دي وكان حاول يساعدنا. انا كلمت ايراس ساعتها عشان كنت قلقانه، قالوا لي يعني it takes time ان هي البروجرام يسيتل داون ويتاكد يعني يظبط الامور، لان بيبقى في قرب اكتر من 30,000 واحد بيقدم. فيا جماعه بقولكم عن تجربه، يعني ادوا فرصه للايراس، يعني ايه ادوا له يومين ثلاثه وبعدين شيكوا على الحاجات دي، شيكوا على الانفويس او جاي سليمه ولا لا بالفلوس انت بعتها كامله. اتاكد اذا كان الدوكيومنتس بتاعتك حصلها ريتريفنج من البروجرس. كلمه ريتريفنج ان هم كلمه ريتريفنج ان هي الدوكيومنتس بتاعتك جاهزه بس هم لسه ما سحبوهاش. مش معنى ان هي نوت ريتريف معناها ان هي ما وصلتهمش، هي وصلت لهم بس هم لسه ما سحبوهاش. لو هي مش موصلتش اصلا للبوست اوفيس هيقول لك نوت ابلودد، كون هي مكتوبة not retrieved ان هي uploaded وجاهزة، بس هي البروجرامز اللي لسه ما خدتش يعني الدوكيومنتس. again من ضمن الحاجات اللي عملت مشاكل USMLE transcripts ما حصلش retrieving على طول، يعني كان كل documents retrieved ما عدا USMLE. again انا واحدة الناس كلمت ايراس قالوا لي لا it takes time، ال USMLE ال ACG هي اللي تبعتها تاخد لها يومين ثلاثة عشان البروجرامز يعملها retrieving يعني. فأجان زي ما قلت لكم ادوا الراس فرصة، يعني استنى ما تشيكش على الحاجات دي الا بعد حمور 3-4 ايام. لو لقيت الانفويس بتاعتك لسه مش مظبوطة، لقيت ان في بعض الدوكيومنتس بتاعتك لسه ما حصلش ريتريفنج، يعني على الاقل اتاكد ان في على الاقل بروجرام ولا اتنين عملوا ريتريفنج. مش كله هيعمل زي ما قلت، انا عندي بروجرامز كانت انا كنت بقدمها على 156 154، يعني تقريبا نصهم عملوا ريتريفنج ونصهم قعدوا فتره ما عملوش ريتريفنج، يعني قرب اخر الشهر لما عملوا ريتريفنج. بس على الاقل اتاكد ان على الاقل بروجرام واحد ريتريفد يور دوكيومنتس، وعلى الاقل واحد منهم خد اليو اس ام ال اي. بعد ما تعمل ابلكيشن طبعا بتقعد مستني ان الفرق بقى ان في اي حاجه تيجي. في الفتره دي ما تريحش فيها قوي، لان انت زي ما قريت مره في باوربوينت ان انت عشان توصل للماتش في 3 خطوات: السي في وبيرسونال ستيتمنت، وده بيجيب لك الانترفيو، والانترفيو بيجيب لك البوزيشن. فانت عشان تعمل يعني لسه الموضوع ما كملش، وانت عملت بس ال personal statement والسي في، الموضوع لازم يكمل بالانترفيو. فلازم ان انت تحضر نفسك انترفيو، ان هو ده بالاخر هيجيب لك البوزيشن. كون هم يبعتوا لك انترفيو معناها كده انت عجبتهم، فلازم انت بقى انت يور جود وانت يور، لان هم بيختاروك من وسط 3000 او 4000 ابلكيشن، فبيختاروك من وسط ناس كتيره جدا. فمعنى كده انت رحت معناها انت you really made an impression. لازم بقى تكمل الامبريشن ده من انت تعمل الجود الانترفيو بتاعك.
فلازم تحضر نفسك للانترفيو. الموضوع ما بيجيش في ايد اللحظه. اول حاجه بتحضرها من اول 9 كده انت بتبقى تشوف سيوت كويسه تقدر تروح بيها، تبقى حاجه ريبريزنتبل، حاجه كويسه. الالوان طبعا ما تبقاش الوان فاقعه او مثيره، يعني الاحمر يعني شاي واي من حاجات الحمراء والاصفر وحاجات اللي بتلمع، يعني خليك في حاجات الهاديه الالوان الغامقه. تكون محضر سوت او اتنين حسب، محضر كل حاجه الدخول outfit اللي هتلبسه يكون جاهز. تكون محضر الدوكيومنتس بتاعتك اللي هتاخدها معاك في الانترفيوز. انا واحده من الناس كنت باخد معايا دوكيومنتس، انا في مستشفيات طلبت مني ده فانا خدتها لكله، انا كنت مش عارفه اخد لمين ومخدش مين فخدتها لكله. بيطلبوا الاوريجينالز اللي انت بعتها للاراس اللي هو البكريوس وشهاده تقدير المواد وعدد الساعات والامتياز وشهادة بتاعت الدينز لاتر وانت درست باللغة الانجليزية ونيورو سايكايتري. وهتستغربوا ان الناس جدا طلبت نيورو سايكايتري في الانترفيو، معرفش ليه. ولو انت عندك اي ريسيرش دي طبعا بيطلبوش موضوع ريسيرش ده، هم بيطلبوا الدوكيومنتس الاصل تروح معاها او تاخد معاك الاي سي ماجي سيرتيفيكت الاصل. بيطلبوا ساعات تجي معاك الاوريجينال هم اللي هيصوروه، بس تاخد معاك الاوريجينال. اكتر مستشفى طلبت مني الاوريجينالز دي كلها. انا كنت عامل ريسيرش خدت معايا كمان الريسيرش، طبعا دي كويسه جدا عشان زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات دي بند يعني موضوع كويس جدا في الانترفيو، بيفتح كلام وانت دورته كمان انت عملت ايه بتبقى موضوع احسن. دي حاجه بتحضرها، وطبعا تجيب بورتفوليو او تجيب زي شنطه وتعرف، المهم تبقى حاجه كويسه تعرف تشيلها وتحتوي حاجاتك مش اكتر. لازم تحضر نفسك للاسئله. من ضمن الحاجات اللي انصح بيها الفيرست ايد، كان دكتور محمد صح سليمان نزل ايكون ازاي تداونلود الشابترز اللي هي في الفيرست ايد اللي علاقه بالانترفيوز، دي كانت كويسه جدا تقروها. حاولوا بقى تدخلوا على الانترنت وتدوروا على حاجات تانية، كل ما تبقى محضر نفسك اسئله اكتر كل ما يبقى احسن. حضر نفسك على لازم تكون في اسئله يعني بتتسال في كل الانترفيوز، حاجات كومن جدا زي tell me about yourself, your strengths and weaknesses, why did you choose this our program, why do we should we choose you, what are your hobbies and interests. دي حاجات ثابت تتسال. what are your future plans, دي سؤال بيتسال كتير جدا، انت عايز تعمل in future, انت عايز fellowship. يعني هو مش هيقولك طبعا الاختيارات بس يعني الفكره، هل انت هتختار fellowship، هل انت حتى تتكامل زي hospitalist، يعني هل انت هتروح private practice. فانت لازم تكون محضر الفيوتشر بلانز بتاعتك، لان ده الاسئله دي الاسئله بتسال كومنلي في كله. طبعا في ساعات ايه اسئله out of the original ساعات تتسال، بس دي الكومن. او من ضمن الحاجات تسال برضو كومن ايه tell me an interesting case that you faced or something. فدي من الاسئله بتسال كتير طبعا، بس كل ما تحط نفسك على اجابات اكتر كل ما يبقى احسن. الاسئله اللي قلتها دي الكومن جدا وتسالي دايما في كل الانترفيوز اللي رحتها، ودي الاسئله اللي لازم تركز عليها كويس قوي ولازم تكتب. انا نفسي بكتب، يعني كتبت ايديال انسر للاسئله دي بحيث ان انا لما اروح الانترفيو يعني اتمرن عليها كويس قوي، بحيث كل ما اروح الانترفيو يعني اعيد يعني اقراهم، بحيث ساعات واحد بينسى هو عايز كان عايز يقول ايه يعني. فاكتب حاجه تكون ايديال وبراكتس مع نفسك اكتر مره الاجابات الاسئله دي. وممكن تبراكتس مع حد، ما عندكش حد ممكن تقول اسأل نفسك وتجاوبه. مهم الموضوع يبانش ان انت الموضوع المفروض يطلع يعني فلوينتلي. طبعا انت بتحفظ الاجابه اللي انت كتبتها، بس انت بقى عندك جايد لاين انت عايز تقول ايه وتتمرن مع عليها بحيث تبان ناتشورال وتبان كويسه، لان هو انت مش رايح حافظ حاجه، دي حاجه بتفوت دي مجرد كونفرسيشن. هي الفكره بس من الكتابه او من البراكتس ان انت تبقى عارف هتقول ايه، ما تبقاش قاعد بتتهته يعني. في الاسئله بتاعه tell me about yourself انا بس هقول حاجات عليها. انا واحده من الناس دخلت على اليوتيوب مش عارفه اكتب ايه يعني اقول ايه about myself، يعني مو سؤال بوت قوي يعني. ده فتني في tell me about yourself، يعني ده سؤال بتسأل لازم في اي انترفيو او سؤال بتسأل بالنسبه لي انا سؤال كتير جدا يعني. انا واحده من الناس بقى اتكلم عن بيحبوا قوي يعرفوا نشاتك، يعني انا اتولدت فين، بعدين سافرت. انا واحده من سافرت مثلا في امريكا، بعدين سافرت مثلا مصر، نروح مثلا على الكويت، ورجعت تاني على امريكا. لدرجه ان في دكاتره يعني بروجرام دايركتورز قالوا لي استني قعدوا يكتبوا اني سافرت فين ورحت فين وقعدت كام سنه في كل حته، يعني they're very interested في الحاجات دي. لدرجه في دكتور قعد عملها زي تايم لاين كده، انا في سنه كذا اتولدت وعشت هنا كذا كام سنه، يعني الموضوع ده ما كنتش عارف ان هو مهم. انا لما كتبت او لما قلت كده في التابتر سيلف انا عملتها عشان اليوتيوب كنت معظم الناس كانت بتقول كده، لقيت ان انا الاجابه يعني كده الناس بتحبها قوي كده. فيستحسن تدي نوبس عن حياتك لو مش عايز اعرف يور، يعني طبعا لازم تتكلم عن يور اتشيفمنت او الحاجات الهايلايتس في السي في بتاعك، بس مستحسن تدي له
personal background عندك الاول وبتاع, وبعدين تبتدي تتكلم بقى. ما تقولش بقى انا درست في الجامعه, مش دي المهم. تهايلايت الحاجات المهمه في your CV. انا واحد ناس I highlighted my research, انا كنت دي اقوى حاجه كانت في السي في بتاعي. فلازم تدي نبذ عن حياتك وتدي هايلايت جامد على الحاجه القويه عندك في السي في, whatever كانت القوه دي. بيت الأسئلة سهلة, تدور ايه strength weakness اللي عندك, future goals, لازم تكون محضر نفسك الأسئلة دي. فدي الأسئلة دي تبقى سهلة الformulation بتاعها, بس هي تعمل yourself. بالنسبة لي أنا كنت أنا مكنش متأكدة أقولها ازاي, فهدي الطريقة اللي يعني بالنسبة لي أنا لقيت ان البروجرام ده شكلها كانت معجبة بالإجابة دي, فيستحسن تبقى عندك ايه تكلم عن نفسك شوية. طبعا لازم تprepare yourselves for any unusual questions, and في يعني ساعات أسئلة بتسأل غريبة قوي, بس يستحسن تكون قاري يعني عدد أسئلة أكتر لأن أنت بقى عارف بالظبط يعني إيه. لو ديك سؤال أنت مش متوقعه تبقى أنت على الأقل قريته في حتة أو عارفه يعني. عمرك هتقرأ every single question هيجيلك في الانترفيو. وطبعا لو جالك سؤال غريب أنت بتهدى وتفكر وتجاوب على to the best of your knowledge يعني. طبعا قبل الانترفيو لو انت اول ما يجيلك بالانترفيوز بيجيلك ايميل. طبعا احنا كنا بنشيك ايميلاتنا تقريبا 10,000 مره في اليوم يعني. هو يستحسن ما تشيكهاش قبل الساعه 12 الظهر, او لا ممكن والله في اي وقت يعني, بس عاده بالنسبه لي انا كنت بشيكها على 10 مثلا الصبح, واحده وعلى 4, لان ساعات في برو كونتكتورز بيبقى او في انترفيو يعني هاستلز بتبعت الانترفيوز بتاعتها متاخره الساعه 4, ممكن يجيلك ايميل. مهم دايما خلي عينك على الايميل بتاعك. اول ما يجيلك اول انترفيو او ما يجيلك اي انترفيو لازم ترد على الايميل اللي بيجيلك في خلال يعني يعني في ساعتها يعني. مش عايز اقول لك انا كنت برد على الانترفيوز اللي بتجيلي في خلال ثواني, ببقى مختارها اليوم وبعدها, لانه حصلت معي اكتر من مره ان انا اتاخرت معي مرتين. ان انا اتاخرت مده نص ساعه ما كنت شفت الانترفيو الايميل بتاعي, لا اكتر, اتاخرت مده ساعه او ساعتين وجيت ابعت لها قالت لي يور اون ويتنج ليست. انا مش مصدقه يعني. فيستحسن اول ما يجيلك حاول ان انت يعني افكر فيها, حاول تظبط انترفيو في ميعاد يكون مناسب ليك, بس على قدر الامكان رد في ساعتها. دي حاجه. الحاجه الثانيه من ناحيه ازاي ننظم انترفيوز, تنظيم انترفيوز مش سهل زي الناس كلها متخيله. طبعا اهم حاجه تكلستر ده مع حسب الجيوغرافيك كلسترنج, يعني ان انت مثلا ميريلاند ونيويورك ونيوجيرسي مع بعض, اوهايو و الينوي مثلا مع بعض, فلوريدا طبعا لوحدها, لو هتيجي مثلا اريزونا او لويزيانا او هيوستن او تكساس يعني تبقى مع بعض. بس يا جماعه الكلستر ده بيمشي زي ما انتم متخيلين يعني, لازم كتير جدا. مبدئيا ساعات ان انت بتكون حاطط الانترفيوز في كلسترنج ده, ساعات تيجي انترفيو مفيش مكان, ما عندكش مكان تحطه فيه. ساعات هما بيدوك مواعيد قبل ما تكون على الميعاد اللي انت هتكون فيه, ف don't worry لو ما مشيتش معاك, لان في احيان كتير كده فاتت معايا قوي. ف don't worry لو ما فاتتش معاك, لو فاتت معاك وما مشيتش الموضوع, عشان تخلي الكلاستر ده يمشي باحسن طريقه ان انت تحاول لو جالك انترفيو مثلا في ميريلاند تحاول تسيبه راه فاضي, بحيث لو جالك في نيويورك او نيوجيرسي تحطهم او بنسلفانيا تحطهم معاها وهكذا. ما تحطش ما تزنقش انترفيوز على بعض, خصوصا هما في اماكن بعيده عن بعض, بحيث لما تيجي يجي لك انترفيو في مكان قريب ما تعرفش تحطه جنب الانترفيو اللي انت هتكون فيه, لان خد بالك انت بتدفع فلوس كتير جدا في الانترفيوز, سفر وروح وجاي, الموضوع مكلف جدا, فانت بتحاول توفر على قد ما تقدر, خصوصا لو انترفيوز عددها كبير. من ناحيتي انا عشان بس اعرف all my experience, انا نفسي جاي لفوق ال 40 انترفيو ما بين بطنه وبين اطفال, بس معظمهم كانوا بطنه. من ضمن الاسباب اللي جات لي عدد الفيزا الكبيره دي ان انا مبدئيا سيتيزن, فطبعا ما عنديش مشاكل فيزا. سنين انا سكورتي كانت عاليه, انا كنت جايبه 99 وسي اس اول اتمت, فكانش عندي اتمتس. لسه كان عامله ريسيرش في 2 بابليكيشنز دي, وكنت ما زلت شغاله في المكان الانستيتوت كنت شغاله فيه, فدي نقطه مهمه زي ما قلت لكم, استمراريه الشغل دي مهمه جدا بالنسبه لهم. كنت عندي 2 letter recommendation من امريكا كانوا قوية جدا, فدي من ضمن الحاجات برضو اللي سمعتها في اكتر انترفيو ان دول كانوا قوية جدا.
انا كنت كاتبه البيرسونال ستيت بتاعتي والابلكيشن، كنت يعني مديهم اهميه وكنت كاتباهم كويس، يعني كواليتي الكتابه بتاعت الابلكيشن مهمه. كنت بستخدمه كل الاماكن، مش سايبه سبيسز، هم مدينا اي فرصه متاحه ان انا اتكلم فيها كنت بتكلم فيها. حتى كان موضوع يعني حتى في الامتياز ده انا كتبت، احنا في الامتياز كنا بنحط اي في لاينز ويورينري كاثرايزيشن، وكنت بنسحب سي اس اف، وكنا يعني كتبت يعني كنت بكتب بالتفصيل احنا كنا عملنا ايه مثلا. متخيلش انت تكتب الحاجات دي، لان الحاجات دي في ناس تقولك دي حاجات بسيطة وهنا مثلا نيرسز بيعملوها، مش دعوة انا عملتها كتبتها، وفعلا بتفرق معاك كتير اوي. فدي من ضمن العوامل اللي ساعدتني ان يجيلي عدد انترفيوز ده. انا to be honest انا ما عنديش الاكسبيرينس القوية في امريكا، انا كل عندي شهر واحد observership. وكان لما قدمت في الإراس شهر 9 كان عندي 4-5 شهور ريسيرش. طبعا في ناس معايا في انترفيوز كان اقوى من كده بكتير، انا كنت في انترفيوز ساعات معايا كلهم امريكان، بس امريكان اف ام جيز يعني. كان في عندي كذا انترفيو كان معايا امريكان بس، خليجين امريكان، وفي بعض الانترفيوز كان عندي اف ام جيز هم امريكان زي ما قلتوكوا راحوا كاريبينز ورجعوا. فكان بغض النظر كلهم السيفيهات بتاعتهم كويسه، ومع ذلك اتخذت وسطيهم. ف يعني ما تقولش يعني حتى اقل الاكسبيرينسز واقل الحاجه، لو كتبت السي في بتاعك وكتبته كويس مع لتر او اتنين ريكوجنيشن قويه مع بابليكيشن ولا اتنين، هتفرق معاك السما على الارض يعني. فدي من ضمن العوامل اللي جابت لي انترفيوز كتيره. انا طبعا كان عندي مشكله جدا في تنظيم الانترفيوز، انا كان عندي ما عنديش اماكن، كل ما يجي لي انترفيو ابقى عندي قلق يعني لو حد جاي له عدد الانترفيوز الكبير دي. انا في حاجه انا عمل يعني اكتشفتها بالصدفه، ان انا لما كنت يبعتوا لي المواعيد الانترفيوز كنت اختار مواعيد اللي هم مدينها. اكتشفت بعد كده ان انا دي بالصدفه، ان انا جيت مره من الاتش الميعاد مش مناسب، وهي مش مديني انترفيوز على شهر 9 و10. فبعت له قلت له طب لو انت عندك انترفيو في شهر 11 او 12 ممكن لو في عندك اماكن يبقى مور كونفينينت بالنسبه لي. بعتت لي لسته تانية في 11 او 12. فاتاريهم هما مش بيدوك لسته كامله من اولها، انت ممكن تطلب ان انت عايز انترفيو في الميعاد المعين. هما ساعات بيبعتوا لك السلوتس اللي هما عارفين محدش بيطلبها، محدش عايز يروح شهر 9 او 10، الناس كلها بتحب تروح شهر 10 او 11 او قصدي 11 او 12 او واحد كمان. فهم بيبعتوا لك الاول الليسته اللي هما متاكدين محدش هيطلبها، بحيث تاخد منها بحيث يخلصوها يعني. ده في وجهه نظري انا ما اعرفش اذا كان صح ولا غلط، بس في وجهه نظري انا دايما بستشعرت كده. لما جيت قلت لهم انا مش هينفع معايا بعتوا لي الليسته الثانيه. فدي نقطه خد بالك منها، لان انا جيت في انترفيو بنسلفانيا ادتني ميعادين شهر 9، انا كنت لسه نايف جدا، كان اول انترفيو جيلي، فاخترته في المواعيد اللي جات لي، اضطريت اسافر مخصوص لبنسلفانيا مع اني كنت هكون في نيويورك في شهر 10، وهي بعيده، هي في ايستن، فهي على بعد ساعه من نيويورك، كنت ممكن اخدها باتوبيس اساسا. واتاريها عندها مواعيد تانية، فلو كنت سالت ما كنتش اتكلفت مرتين مروح ومجي. فاسالوا يا جماعه، بس نصيحة عشان بس ما غرقش حد في حتة دي بالذات. انا مرة عملت كده برضو، وستة اللي هي الكوردينيتور ما رضيتش عليها في ساعتها، رضيت عليها تاني يوم، ولما قلت لا مفيش اماكن، لما رضيت عليها طب اديني اليوم فين، قلت لي يو ار ويتنج ليست، خلاص ضاعت فرصتك. فانا دي في مرة مرات، فانا المرة الثالثة او الرابعة مش متذكرة، لما حبيت برضو اشوف لو في مواعيد زيادة، عملت حاجة يعني نفعتني كويس قوي، ان انا كتبت في الريبلاي نوت ان انا هقول مثلا اختار امتى، ان انا اسمي طبعا بيطلب منك تكتب اسمك وال AAMC number، فكتبت مثلا my name is كذا كذا، my number is كذا، انا مثلا عندي انترفيوز كتير جدا الفترة دي وهيبقى صعب جدا، لو عندك slots في شهر مثلا 11 او 12 please يعني ابعتيلي الليست عشان اختار منها، لو ما عندكيش اديني يوم الفلاني، بحيث تبقى هي تحجيز اليوم ده، لو ما لقيتش تحجيز اليوم ده. وفعلا نفعت معايا، جت فعلا في مره ما نفعتش وحجزت اليوم فما اتحطتش على الويتنج ليست. فدي ممكن حاجه تعملها بحيث ما تتحطش مثلا، ما تجيش تاني وتقول لك انت على الويتنج ليست. دي حاجه عملتها ونفعت معايا كويس جدا لو انت مش هيناسبك الايام اللي هي مديها لك. في نقطة عايز اقولها بس في موضوع امتى تسكجول، في ناس كانت في ديبيت ان انت لو هتحجز ان كل ما تحجز الانترفيو بتاعك بتأخر كل ما يبقى احسن عشان يفتكروك في الماتش، كان ده مش صحيح يا جماعة. الموضوع مشيش كده خالص، انت تحجزها في اي وقت، بالعكس انا من الناس اللي احب احجزها بدري بحيث ادي فرصة نفسي، ان لو في بعض الناس بعتك انترفيوز متأخرة يعني، انا يعني في ناس بعتك انترفيوز شهر 11 وتقول لك تعالى مثلا في واحد او كده، لو حجزت كل انترفيوهاتك متأخرة ممكن تديش اماكن للانترفيو مثلا اللي جاي لك ده. ف it does not make a difference، هم كل اللي بيعملوه بعد كل انترفيو ما بيخلص
بيقعدوا مع بعض كل الانترفيورز بيكتبوا لك بيكتبوا ايفالويشن وبيعملوا سكورينج وبتبقى انت في اخر رقم. ففي الاخر هو يعني بتبقى انت في اخر رقم وحسب مين الاعلى بيتاخد. فالموضوع مش ان هم هينساك او لو انت في اخر هتبقى في الذاكره فهياخدوك في الماتش مكان مش صحيح. الايميل طبعا زي ما قلت في بعض الناس كانت سألت ايام الانترفيوز الايميل اللي بتبعته الرد يعني لو سيت بعتلك اللي بترد ازاي كان الموضوع سهل جدا يا جماعه الموضوع سطرين. هي بتبدأ دايما كاتبه اسمها هتقول دير مسز كذا عاده بيكتبها الكوردينيتور ودول مش دكاتره فدير مسز كذا ثانك يو فيري ماتش فور يور كايند انفيتيشن اي وود لايك تو سكيدجول ماي طبعا ماي لو انت هتقول في ناس تقول لك اكتب اسمك في ناس ما تطلبش ممكن تقولي هاي ماي نيم از دير دكتور كذا ماي نيم از كذا كذا ماي نيم از نمبرز كذا كذا ثانك يو فيري فور كايند انفيتيشن اي وود لايك تو سكيدجول انترفيو اون يو اون مثلا ذس داي مثلا وبعدين انا كنت بكتب اخر او ام ريلي لوكينج فورورد تو هير فروم يو سون لان هي المفروض تعمل كونفرميشن دي نقطه مهمه جدا تاخد بالك منها انت طبعا في الاخر بتقولها او ام ريلي لوكينج فورورد تو هير فروم يو سون كايند ريجاردز وحط اسمي في الاخر وابعت الايميل الموضوع سطرين ما فيهوش اكتر من كده. نقطة مهمة جدا لازم تسلم منهم confirmation لو ما استلمتش منهم confirmation انت اكيد اكنك ما حجزتش. فدي نقطة لان مرة حصلت معايا بعت الايميل وافتكرت انا كان تاني انترفيو لي افتكرت انا خلاص confirmed اتريها مش confirmed والست جت قالت لي بعديها بيومين تلاتة انت ما ملكيش اماكن في اليوم ده وفي الاخر خدتني برضه قعدت اديتني هارد تايم لغايه ما جابت لي مكان. لازم تتاكد ان جالك كونفيرميشن وجالك ريش في نفس اليوم ما جالكش كونفيرميشن ابعت تاني او كلمهم لان لو زي ما قلت لك لو مفيش كونفيرميشن اكنك ما حجزتش. النقطه الثانيه في ناس كانت تقول كلاسترنج تعمل كلاسترنج ان انت الانترفيوز هتدي بري ماتشز او مسيرش دي بري ماتشز حطها في الاول اجان مش ده كان مش صحيح. في ناس تاخد بري ماتش شهر واحد فبتفرقش هي في الاول وفي الاخر زي ما قلت لك انت بتكلستر الانترفيوز على اساس الجيوغرافيك انت عايز توفر فلوس فحطهم حسب الاماكن اليوم اللي انت رايح في مثلا نورث ايست في اليوم الفلاني بتحاول تحط كل ريتيرز نورث ايست في المكان الفلاني. ايه تاني كويس حاجه تانية في الانترفيوز خلاص وانس انت تعمل سكادجولينج لل للانترفيوز بتبدا تعمل بقى هتحجز الايرلاينز ولازم تعمل بلاننج تريب خصوصا لو تريب طويل مثلا واحده من الناس كانت تريب طويل جدا كنت رايحه ميريلاند نيويورك لكذا انترفيو فلازم تكون محجز لطيرانك لو هتروح بالطيران كنت عايشه في هيوستن فما عرفتش اروح غير بالطيران بتحجز طيرانك اوتيلاتك انا كنت واحده من الناس باخد بابليك ترانسبورتيشن ما كنتش حابه اخد الكابز الكتير عشان اوفر فكنت بشوف مثلا اتوبيس اللي هيوصلني منين حتى لو اتوبيس يعني وذين نيويورك كنت شايفه هاخد اتوبيس كذا هيوديني سابوي كذا وسابوي فين هيوديني. مهم قوي تكتب الكلام ده وتبلان اهيد عشان ما تروحش ميه تتخض انت مش عارف هتروح فين ولسه هتقعد تسال في الشارع ساعات الناس ما تساعدش ساعات الناس تساعد فازو كنت من وانت في البيت وانت قاعد هادي ورايق ولسه ما سافرتش تكون منظم الامور كلها بحيث الامور تبقى انت يعني تبقى رايح انت عارف كل خطوه هتخطيها شكلها عامل ازاي. من دي من ناحيه من ناحيه ثانيه طبعا يستحسن في حجز الطيران يا جماعه انت لو عندك انترفيو مثلا انا ماسك عندي انترفيو في ميريلاند يوم 24/10 انا كنت حجزت طيران يوم 3 انا كنت في امريكا ساعتها فكنت حجزت الطيران اليوم اللي قبليها اللي هو يوم 23/10 بس حجزته امتى ما تحجز طيران توصل متاخر انا كنت حجز الطيران اللي طالع في الفجر تقريبا 3 الصبح او 4 الصبح بحيث انا كنت حوصل ميريلاند على الظهر كده على 12 او على 1 لو انت عايش في امريكا ساعتها وبتتنقل دي احسن حاجه انا بالنسبه لي كنت مش معايا كويس جدا واوعى تحجز ان انت توصل تحجز مثلا تقوم براحتك من النوم يعني تحجز طيران 10 او 11 لان في كونكشنز كتيره جدا ممكن توصل على 6 7 مش هتلحق ترتاح فيستحسن انت اليوم اللي قبليها لو هتحجز يوم عشان توفر يعني الاوتيلات تحجز اليوم اللي قبليه بس تحجز في الفجر بحيث تنظم نفسك ان توصل يوميها على الظهر. من هدم الحاجات كنت بعملها انا بالنسبه لي كنت بعملها انا كنت بحط حاجاتي في الاوتيل وانزل اروح المستشفى كنت اخد العنوان لها يعني كنت لازم اروح المستشفى يوم قبل الانترفيو دي لها بالنسبه لي لها ميزه قويه جدا مبدئيا كنت بعرف المسافه ما بين الاوتيل وبين
actual مسافة، مش مسافة بقى على جوجل او timing، actual هتاخد قد ايه، بحيث يوم قبلها ببقى عارفة اروح من قبلها بقد ايه. تاني حاجة كنت الف على المستشفى وبص عليها بقى انا من نفسي كده، هل موقع المستشفى كويس، هل كبيرة، هل شكلها كويس، هل هي فيها عينين، هل فيها رجل ولا لا. مجرد تاخد تور مع نفسك كده. في بعض المستشفيات انا معظمها دخلتها واتمشيت فيها واكلت كان في الكافيتيريا بتاعتها، ما حدش قال لي حاجه، ما فيش غير مستشفى واحد او اتنين في سكيورتي بار سالني رايحه فين، لما قلت لهم عايز ادخل ما ردوش. فدي نقطه كنت بعملها عشان تبقى عارف المستشفى هل انت حاببها ولا مش حاببها، هل انت مبسوط بيها ولا لا، تدي امبريشن نفسك. تاني حاجة كنت بشوف المكان اللي هروح في الانترفيو، لان ساعات المكان اللي هروح في الانترفيو بيكون في مكان بعيد عن المستشفى. في بعض المستشفيات كان كده، كان مثلا في بيلدينج في الاوبوزيت ستريت من المستشفى، فبرضه بشوف هروح ازاي، بحيث يوميا من الصبح ما اقعدش اسال والف ومبقاش عارف السويت بتاع الكوردينيتور فين، بحيث الموضوع يبقى سهل الصبح انت عارف كل حاجة، مجرد هتلبس وهتنزل الموضوع عارف سكتك يعني. اليوم اللي قبليها برضو طبعا انت مش يوم قبليها بس، انت من يعني اول ما تعرف انت هتروح الانترفيو مثلا في المكان الفلاني، تبقى انت قاري عن البروجرام كويس، طابع الورق بتاع البروجرام، تبقى عارف البروجرام كويس قوي، قاري عن البروجرام دايركتور، لو اتعرف تقرا شويه عن الباك جراوند بتاعي يبقى احسن. ساعات يقول لك واي دي تشوز اس، تبقى انت مركز بقى الريسبونس ده على المستشفى نفسها. فدي نقطه لازم تكون عارفها وعارفها كويس جدا. بعد كده يوم اللي قبليها طبعا انت بعد ما ترجع، انا واحد ناس كنت بروح المستشفى اعمل ده كله اتغدى وارجع اريح، ولازم كنت بقول للاوتيل ان هم يصحوني، طبعا دي بتبقى احسن عشان ما تروحش هيك نومه يعني. يستحسن يوم الانترفيو تصحى بدري على ميعاد الانترفيو بكتير، يعني انا كنت بصحى قبلها بساعتين ونص او حاجه عشان تفوق تحس راح انترفيو مش نايم. اهم حاجه في الانترفيو تبقى كونفيدنت، عينيك في وسط راسك، مركز كويس جدا في كل كلمه بتتقال، تتكلم بلباقة، تسأل أسئلة كتير، وعشان تسأل أسئلة كتير ما تبقاش أسئلة يعني الكي، مش تسأل أسئلة كتير قد ما كي تسأل أسئلة يعني لها قيمة، فلازم تكون قاري كويس عن البروجرام عشان تعرف تسأل أسئلة لها قيمة. اليوم طبعا بيختلف اليوم من المستشفى ومستشفى، بس في الغالب بيجي بيكون في introduction من البروجرام دايركتور والكوردينيتور عن المستشفى عن البرنامج، بتدخل مورنينج ريبورت، بتطلع بعد كده على طول على المستشفى وترجع للانترفيوز، وتاخد لانش ترجع للانترفيوز. طبعا في تفاوت ما بين المستشفيات والتانية، بس في الغالب بيبقى الموضوع كده يعني. ايه اللي انت بتبص فيه في الانترفيو؟ انت زي ما هما بيعملوا لك انترفيو انت برضو بتعملهم انترفيو، بس بتعملها يعني بايه، بذكاء. واحد انت عايز تشوف المستشفى دي كويسه ولا لا، طبعا يوم قبلها بتبقى لافف فيها. في التور ركز، هل المستشفى دي فيها عدد عينين كتير؟ لان في بعض المستشفيات تبقى فاضيه على فكره، انا رحت مستشفيات والله ما لقيتش عينين خالص يعني. هل وتسال البوبليشن، هل كلهم صغيرين وكلهم كبار في السن؟ لان دي بتفرق في الدايفرسيتي اوف الكيس اللي هتشوفها. تشوف الاي سي يو بتاعهم، شوف هل بيعملوا بروسيجرز كتير ولا لا. بتشوف المورنينج ريبورت، المورنينج ريبورت ده مهم جدا لان بيديك فعلا ايحاء مستوى الريزيدنت شكلهم عامل ازاي، الفاكولتي شكلهم عامل ازاي. اول ما تشوف المورنينج ريبورت هل في فاكولتي كتير بيحضر ولا لا، هل في انتر اكشن ما بين العيال الريزيدنت يعني والفاكولتي، هل الريزيدنت تحس ان هم عندهم نوليدج وعندهم سكيلز ولا لا، بيبان. انا واحده من الناس في كذا مورنينج ريبورت حسيت المستشفى دي ضعيفه، بيبان من المورنينج ريبورت نفسه. فدي نقطه من ضمن الحاجات بتديك انديكيشن على قوه المستشفى اللي انت رايحها يعني. وانت بتعمل انترفيو مع الدكاتره طبعا بتبقى فريندلي جدا، بتبقى كونفيدنت جدا، بتجاوب ما تتهزش لو في سؤال انت ما عرفتش تجاوبه، بتجاوب تو ذا بيست اوف يور نوليدج طبعا. وفي اخر يوم طبعا بتبقى خاصة الانترفيوز بتاعتك بتمشي وخلاص، ما تنساش تكتب ثانك يو نوت. ثانك يو نوت دي مهمه جدا. في ناس سالت برضو ازاي تكتب ثانك يو نوت، ثانك يو نوت فيهاش حاجه، انت طبعا وانت ماشي ما تنساش تاخد بزنس كارز الدكاتره عشان تعرف الايميلز بتاعتهم. وطبعا بزنس كارد بيبقى كاتب اسم الدكتور، بتقول دير دكتور مثلا وايس مثلا، ده كان بروجرام دايركتور بتاع تكساس تك امريلو اللي روحته، دير دكتور مثلا وايس ثانك يو فيري ماتش فور يور هوسبيتاليتي، وتكتب بقى الحاجه سنس اوف وورث اللي مثلا اي لاف ذا سنس اوف يونيتي الموجوده في ما بين الفاكولتي والريزيدنتس، تكتب يعني الحاجات دي، وتكتب انت ايه اللي حبيته في البرنامج. انا واحد ناس كنت بتكلم عن كده، ايه اللي عجبني في البرنامج، وان البرنامج اللي انا عجبني في البرنامج ده ماشي جدا with my future goals، وان بالتالي احنا perfect fit. وكنت بقى في الاخر بشكره وكده وبكتب اسمي في الاخر وخلاص.
وتبعتها. مش بالضروري يجي لك ريسبونس على فكره، تلات ارباع البروجكت مانجرز ما ردوش عليا. في ناس كتير خايفه ان ما ردوش معناها وحش، لا هو مش هيرد على كل واحد هيبعته ثانك يو نوت. انا بعت على فكره ثانك يو نوت بالايميل، ما بعتش كارت ولا حاجه، انا بعتها بالايميل وخلاص. وطبعا ما تنساش تشكر الريزنسي كورنيتور، لان دول لهم طبعا يعني دول لهم برضو لهم كلمه برضو، فلو شكرتها وحسستها يعني ان هي ليها فاليو ليها طبع كويس. انا من ناحيه الثانك يو نوتس انا جالي رد بس من 2 بروجكتور بالعدد، ولكن الباقي كله ما جايش منهم ريسبونس. او ما ترجع البيت في الفيرست ايد بيكتب لك في جزء ورا سكشن عن تعمل ايفالويشن البروجرامز، دي حلوه جدا على فكره، خصوصا عندك بروجرامز كتيره جدا، بتكتب الانطباع عن بروجرام في ساعتها، بحيث انت في الاخر لو انت داخل الماتش متبقاش انت هيزي، طب مين فيهم كان كويس مين فيهم كان وحش، اكتب كل حاجه عنها بحيث لما تيجي في الاخر لو انت داخل الماتش يعني متبقاش الموضوع بالنسبه لك هيزي يعني. انا ممكن انا مش هينفع، انا طبعا من كذا 40 انترفيو اللي رحتهم انا رحت 8 بس منهم، لان بكده جالي بري ماتش اوفر وما اعتذرت عن الباقي. انا مش يعني لو دخلت في التفاصيل عن كل انترفيو حصل في ايه طبعا مش يعني الموضوع طويل جدا، انا هديكوا نبذه بس عن المستشفيات الكويسه اللي رحتها واللي انا ريكومند بيها اي حد ان يروح او يقدم فيها، او المستشفيات الوحشه زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. انا قدمت في مستشفيات كتير جدا، وفي بعضهم لو انا رجع بيا زمان ما كنتش قدمت، عشان كده بقول لكم حاولوا تسالوا وتستفسروا عن المستشفيات دي قبل ما تقدموا فيها عشان ما تحسوش بندم. يعني في مستشفيات انا ندمت انا قدمت فيها وندمت انا صرفت فيها فلوس، انا صرفت فيها فلوس مش بس في التقديم، كمان مصاريف ترافلنج واقامه وكده، وكان على الفاضي انا اللي يمكن حطهم ولا في الرانك بورد ليست، وحتى لو ادوني بريماتش ما كنتش هقبل، المستشفى مش كويسه يعني. فما دام المستشفيات اللي رحتها ما عجبتنيش كان ايستن بنسلفانيا، اسمها ايستن هوسبيتال، مستشفى مش كويسه، ما هي مش كانت مش كويسه، هي مستشفى صغيره جدا، اولا مش عليها رجل خالص، ثلاث ارباع البوبليشن موجود اصلا في ايستن كلهم كبار في السن، فما فيش غير شويه عينين عندهم هارت فيلير يعني نيمونيا، ده هو ده الحاله اللي بتجيلهم، عندهم نص الاي سي يو مقفول يعني ما عندهمش عيانين. طبعا دي مش حاجه كويسه ابدا. لما سالتهم على البروسيجرز قالوا لي البروسيجرز دي احنا يعني بنخطفها من بعض، ان هي مش كتيره، طبعا دي حاجه مش كويسه. فبالنسبه لي ما عجبتنيش، انا عايزه دايفرسيتي، انا عايزه اتعلم كويس، لازم يكون في دايفرسيتي، هم ما عندهمش الدايفرسيتي دي، ونسبه الفلوشيبس هم قليله، هم ما عندهمش فلوش طبعا، النسبه اللي بيطلعوا منها على فلوشيبس قليله، والبلد نفسها كبلد ما عجبتنيش. بعد كده روحت على تكستك اميريلو، مستشفى قوي مستشفى جامد يعني، مش قوي جدا بس مستشفى كويس عجبتني، دايفرستي كتير جدا، مستشفى منظمه كويس قوي، عليهم رجل كتير، عندهم بيشنتس كتير جدا، هي ريفيرال سنتر لكذا مكان حواليه الاوكلاهوما وكذا ستيت يعني حواليهم. البلد معقوله، سيف، لذيذه، هي ما فيهاش طبعا الخروج والاوت دور اكتيفيتي كتيره، بس مستشفى بس البلد اوفرول كويسه. اللي عجبني فيها كان المستشفى بعدين كوي يعني كويسه، وبروجرام دايركتور محترم جدا، والمستشفى overall كويسة. بعدين رحت على Union Memorial في Maryland، Union Memorial برضو مستشفى كويسة جدا، بروجرام دكتور محترم جدا، مستشفى كويسة، أنا حسيت تكستك أحسن، بس هي برضو مستشفى كويسة، ما يعني بيطلع من على fellowships، مستشفى بتنظم عليها رجل عليهم عينين كتير، فدي يعني شيء كويس. المستشفيتين اللي عجبونيش خالص بعد كده كان كوني ايلاند في نيويورك وسان بارنابس في نيويورك، الاثنين مستشفيات ما عجبتنيش، عليهم رجل ومستشفيات يعني هتلاقي فيه عيانين، ولكن اول مستشفيات يعني حالتها تعبانه قوي، ما فيش فاسيلتيز تقريبا، المكان يعني سيء للغايه يعني، البرونكس وبروكلين الاماكن اللي كانوا فيها مش حلوه ابدا، مش سيف ابدا، المكان مش شجعش خالص كمعيشه، المستشفى مش على قد كده برضو، العينين مرميين في الطرقات يعني، فالموضوع ما عجبنيش، مع اني جالي بري ماتش اوفر في كوني ايلاند بس رفضته. انا كنت عندي عدد انترفيوز كتير، فقلت نفسي يعني مش حارم، كنت دي كان بالنسبه لي رابع او خامس انترفيو، مش قلت مش حارم نفسي في اول انترفيو يعني اول ماتش يجي لي. اكشلي ده كان تاني بري ماتش، انا جالي بري ماتش في ايستن ورفضته، ده كان تاني واحد ورفضته، انا ما حسيتش يعني انا كنت ممكن اتعايش في المستشفى دي فسبتها. سان بارنابس ما عجبنيش برضه. وبعدين رحت على فلوريدا، رحت مستشفيتين، فلوريدا هوسبيتال اورلاندو، دي مستشفى محترمه جدا، من احسن مستشفيات اللي كان بالنسبه لي، كان احسن اللي انا رحتهم حتى الان يعني، قويه جدا، مستشفى كبيره جدا، فاسيلتيز فيها كويسه،
ما عندهمش فيلوشيبس، بس بيطلعوا منهم على فيلوشيبس عدد كبير من البيش من الريزيدنس، ومستشفى بيكون دكتور محترم جدا، فعجبتني يعني. ودي انصح بيها برضو الناس. التاني حاجة انصح بيها كجاكسونفيل، University of Florida جاكسونفيل، برنامج محترم جدا جدا، مستشفى برضو كبيرة قوي، متنظمة جدا، في سيتس عالية قوي، عندهم فيلوشيبس بالهبل يعني، عندهم كميات فيلوشيبس معرفش جابوها ازاي يعني، gastroenterology واعتقد infectious وoncology، عندهم كتير جدا مش متذكرة كله عشان ما تقريبا عندهم كل حاجة، تقريبا عندهم كل حاجة فعلا ما عدا اعتقد الالرجي وبس يعني، لكن عندهم بقية الفلاشز كلها وهم بيتابعوا الموضوع ده. وطبعا يعني مكان حلو، فلوريدا بلد جميلة، جاكسون بلد لذيذة، فدي برضو من ضمن المستشفيات القوية جدا وانصح بيها اي حد. بروجرام فعلا قوي جدا. اخر انترفيو روحته كان ماثس هاسل هنا في هيوستن تكساس. دي مستشفى طبعا بالنسبه لي طبعا هي توب في الثمانية، انا روحتهم، مستشفى على اعلى مستوى، دي اللي عملت فيها اوبزرفرشيب، مستشفى، ودي سبب اللي جالي فيها انترفيو، انا عملت فيها اوبزرفرشيب وخدت لتر اوف كونديشن من عندهم، فسك اشكال دوني انترفيو. مستشفى يعني جميله جدا، قوي جدا، فاكولتي رهيب، مستشفى يعني كبيره كبر انا بتوه فيها حتى الان. عندهم فلاشوب كارديولوجي، عندهم فلاشوب تاني تقريبا هيبداوا، اعتقد هيفتحوا جاسترونتولوجي قريب، ولكن ما بيدوش بري ماتشز طبعا، لازم تدخلها باي ماتش. فبعد بعد الانترفيو ده كان جالي بري ماتش فقبلته، لان انا ما كنتش هينفع اكمل، لان طبعا ما كانش عندي بادجت تكفي نروح كل انترفيوز، طبعا عدد كبير جدا وانا ما اقدرش يعني اكمل لغايه الاخر، فاكتفيت بالبري ماتش وعملت ودرا من الماتش. من ناحيه ال هل الكونكشن ساعدتني في الانترفيوز؟ تو بي اونست لا، انا الانترفيو الوحيد جالي بالكونكشن هو الانترفيو بتاعت الميثودست، ان عملت فيها اوبزرفرشيب اصلا جالي بالكونكشن، فبالتالي الانترفيو يعني ينطبق عليه نفس الفكره، جاب له كونكشن. غير كده بقيت انفيت كلها اللي جات لي كان جات لي بيور توفيق من عند ربنا، وان انا السي في بتاعي كان معقول وخدوني يعني، ما كانش في اي كونكشنز واتس ايفر في بقيه ال 40 انترفيو اللي جولي. فالكونكشنز يا جماعه مش كل حاجه في امريكا، طبعا هي مهمه بالنسبه لي انا، هي مهمه في انت زق جوه ريسيرش او زق جوه اوبزرفرشيب، ولكن مش يعني بس كانترفيوز ممكن تجيلك من غير كونكشنز، بالنسبه لي كان جات لي كلها من غير كونكشنز. من ناحيه ال residency structure، انا طبعا ما دخلتش نيابه او دخلت residency هنا، ولكن هما كانوا بيشرحوها طبعا في الانترفيوز. معظم ال residency structure زي ما تعرفين يعني هتكلم على البطنه، هي بتبقى 3 سنين، طبعا بتاخد في الاول تبقى كلها general wards اكتر، فبيبقى شغل تقيل جدا. electives بعد كده بتبقى قليله، مع مرور السنه الثانيه والثالثه بيزيد عدد electives وبيقل general wards، عشان تبقى بحيث تروح على specialties كلها. فده اللي اعرفه بصراحه عن الريزن ستراكشر، ما اعرفش اكتر من كده. في حاجه بس عايز اقولها على البري ماتشز، عشان كانت قالت لنا في ناس مش عارفه اذا كان السنه الجايه اللي هو 2013 هل في بري ماتشز ولا لا. من ناحيه البري ماتشز انا عشان بس البروجرام دايركتورز في اكتر من انترفيو شرحوا الموضوع ده، البري ماتشز مش هتتلغى، هي البري ماتشز الفكره هم هيخيروا المستشفيات يا تبقى all in the match او all out of the match. بمعنى اصح في مستشفيات كتير جدا تدي او معظمهم بيدوا نص الانترفيوز بالبري ماتش ونصها بالماتش، لا من السنه الجايه مفيش الكلام ده، يا هتبقى كل انترفيوز بالماتش يا كل انترفيوز في البري ماتش. ففي بعض المستشفيات من السنه الجايه مش داخله في الماتش، هما هيختاروا وما يدخلوش الماتش. فعش بس الناس ما تفتكرش ان there's no pre-matches، لا من السنة الجاية there is، بس هتبقى كل بقى مستشفى هتختار اذا كانت هتبقى all in or all out. فتبقى انت يعني لو عايز تبقى تاخد حاجة بالpre-match لازم تختار مستشفيات مش هتدخل في الماتش. بالنسبة للناس اللي لو حد هيجي له pre-match بعد كده او جاله، ازاي تختار pre-match؟ يعني انت بتختار حسب طبعا عدد الفيوز اللي بيجي لك، عشان انا كان جاي عدد فيوز كبير فكان عندي الفرصة ان انا ارفض يعني بعضهم، لان انا حسيت ان انا مش مبسوطة فيهم، خصوصا لو يعني كان عندي انترفيو ثاني في اماكن احسن. عادة بتختار pre-match بتاعك حسب عدد الفيوز اللي بيجي لك، بتقيم فرصتك يعني اللي انت هيجي لك يعني، هل بتقيم فرصة في البري ماتش. لو انت عندك انترفيوز كتير، عدد انترفيوز كبيرة جدا، حتى لو ما جالكش، حتى لو انت رفضت البري ماتش ده ولو دخلت ماتش فرصتك عالية في الماتش، فساعتها ممكن ترفض البري ماتش لان انت عندك عدد انترفيوز هيدخلك الماتش وانت مرتاح. طبعا الانترفيوز دخلك الماتش وانت مرتاح بنتكلم على 10 تقريبا او اكتر، ممكن تبقى اقل على فكرة، بس ايدي 10 يعني.
لو انت انا بالنسبه لي عشان عندي ريفيوز كان كبير، فلما انا اخترت البريماتش اللي اخذت نصيحه دكتور هشام عيسى، قال لي اختاري البريماتش اللي انت المستشفى دي لو جات لك بالماتش تبقى سعيده بيها، لو المستشفى لو جات لك بالماتش هتبقى سعيده بيها خديها كبري ماتش. وفعلا عملت زي ما قال، ولما جالي البريماتش مستشفى لو كانت جات لك كنت هفرح بيها، فقمت قبلت البري ماتش. فدي ازاي تختار يعني بريماتش، ازاي تقبلها. يستحسن ما تقبلش اي بريماتش يجيلك، لان ممكن ما يكونش in your best interest، خصوصا لو انت عايز فيلوشيب بعد كده. لازم يا جماعه زي ما قلت لكم to plan ahead، النيابه بدايه المشوار مش نهايته. لو انت عايز فيلوشيب يعني يستحسن، طبعا مش معنى كده مش هيجيلك وانت في مستشفى مش 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 كبيره قوي، في بروجرامز صغيره، بس كل الريزنس بيعرف يطلع على فلاشه، فهي مش بالضروره بس يستحسن طبعا. من فدي بالنسبه لي ده الاكسبيرينس بتاعي. كان في بس كذا نقطه عايز اقولها قبل ما اقفل الفيديو. طبعا اول ادفايس بليز يعني كملوا شغل وانتوا في الانترفيو سيزون، لان خد بالكم من نقطه، لا قدر الله ما جالكش ماتشنج انت بتعرف الكلام ده شهر 3، بتوع شهر 7 هتقدم تاني. فلو انت قعدت فتره الانترفيوز ما عملتش حاجه، ولا عملت اوبزرفرشيب ولا عملت ريسيرش ولا عملت حاجه خالص، هيبقى سيبك فاضي. فلو جيت قدر الله ما جالكش ماتشنج وهتقدم السنه اللي وراها، يبقى انت كده ما عملتش حاجه، ضيعت وقت على الفاضي. في اولويز هاف تو كونتينيو وركينج، وذر عشان التسيب بتاعك مليان، عشان لو لا قدر الله حصل في الامور وتتقدم ماتشنج التانيه، او لنفسك يعني تشتغل عشان مثلا تعمل ريسيرش عشان تقدمها ليتر اون، يبقى السي في بتاعك فيه حاجه، بحيث لما تقدم تاني ابلكيشن في الفيلوشيب عندك كذا ابلكيشن يعني. فلازم تكيب اون وركينج. لو ما جالكش ماتشنج هي مش نهايه الدنيا طبعا، عارف انت بتبقى سخيفه جدا. وطبعا ماتش سيزون من اكتر الاوقات ستريسفول جدا بالنسبه لي. انا كان اكتر حاجه ستريسفول في حياتي، انا ما حسيتش انا ستريس يعني غير في الماتش، بالمنظر ده غير في الماتش. فهو طبعا ستريسفول جدا، وانا عارف الموضوع بدمه تقيل، بس طبعا انا واحده من الناس النصيحه اللي قالت لي من ماي منتورز في ريسيرش دكتور احمد وكده، قال لي لو ما جالكيش ماتشنج ما تمشيش من امريكا. هو قال لي كده بالنص، هو يعني قال لي ما تمشيش، لو مشيتي مش هترجعي. قلت له طب اعمل ايه لو ما جاليش ماتشنج؟ قال لي ساعتها بتقدمي على، خدي بقى ريسيرش، قدمي على اي ريسيرش بوزيشن واشتغلي فيه. طول ما انت بتعملي ريسيرش كل ما السي في بتاعك هيكبر، كل ما هيكون في بابليكيشنز، المره الجايه هتقدمي هيجيلك ماتشنج. لان هو باي اكسبيرينس طبعا، هو شاف ناس كتير جدا، وناس كتير جدا حصل لها كده، ما جالهاش مره بس جالها تاني مره. بس اللي سافروا يعني على كلامه على هيز اكسبيرينس ما رجعوش. فنصيحتي يا جماعه، لو لا قدر الله ما حدش يعني ربنا ما وفقش حد بيجرب ماتشز في السنه اللي هو مقدم فيها، يو هاف تو ورك هارد، وما تمشيش من هنا. وقدم السنه الجايه هتجيلك. ما حدش بيجتهد وبيحط افورت الا ربنا ان شاء الله بيجازيه خير. فانا كده خلصت ماي اكسبيرينس، اتمنى اكون فدتكم، واتمنى التوفيق طبعا لكم وكلكم، والسلام عليكم.